خلينا سبعون نخاف لا يسمع النكتة يشيخ عليها بالضحك ويولي يتسكك وما يخلينيش نرقد. عزوزي زعما يسمعنا في الليل كي نشخروا. انت عاد اللي تشخر اذا كان امه ما استنستش بشخيرك، كيفاش تحبه هو يستانس ويجي النوم؟ أنا مش مشكل. تعرف إيش قالت لي فوفا؟ قالت لي كل يوم سمع أمور سمتع موزيكا. استنى عزوزي، خذوا على الصباح نمشي للباجي ونجيب له سي دي مسود. السلام عليكم. سلومة وي في بالك بآخر طلعة؟ لا لا إن شاء الله خير. قال لك خالتي جنات شافت العزة وقالت لها اللي البيبي وليت. إيه هي أقوى من الإيكوغرافية هذه. البيبي طلعوا شنو مش شهر الأول؟ مرا سبقت الخير وإن شاء الله يجينا وليد ونسميوه عمران يا بابا. ياو قررتوش باش تسميوه زادة؟ يا بي أمي قررتوش زادة باش يطلع؟ طبيب كي عمو ولا مهندس نتاع عماير كي بوه؟ ولا عالم فلك كي خالتك جنات؟ هذه خير منهم الكل. اسمع راني ما نحبش في ولدي فهمتوا؟ من توا بديتوا تقمروا فيها. امي يام يفضلك وش فيها هذه؟ تي لي عاد يامي فضيله باش تخلينا نسهر وحدنا؟ لي باش نمشي نزيد برادتين نكملوا به السهريه وهاني رجعت لكم. طب شفت زينب شفت الطلالة متاعك؟ بابا مش نرقد انا. تي لا بربي لا عاد سلومة، باش تخليني نسهر راسي راس ام فضيلة؟ هاكا عندكم التاي إذا تحلت مرمى بيناتكم. تي لا عاد. بون هاني باش نعديها لك هذيا الليلة. على خاطر غدوة عيد ميلادك. اسمع من فضلك يا عايشك، أنا شو وصيتك المرة الأخرى؟ قلت لك من هنا فصاعدة حكاية عيد ميلادي هذه أنساها. علاش؟ خاطرك غلقت الخمسين. غلقت الخمسين يفرح روحك غلقت الخمسين العاقبة اللي كنتي. يا عاد شبي واه يا اخي واحد باش يهرب من عمره وزيد الخمسين متاع توا قد 30 متاع قبل. تعرف انت توا تتسمى في اوج العطاء ومازال قدامك سنين وسنين. بالحق زينب انا في اوج العطاء متاعي ويظهر عندي 30 في مخك اما في بدنك لا، خاطر يلزمك تنحي الكرش وتنحي البربيش من وجهك باش هكا يضوى شويه وتزيد تكمل تعمل شويه مسكيلاسيون ونولي عندي 30 دويو 40 وشوف تري تري بيان. بون اسمع هو نب عليك من توا لا نحب لا قاوق لا زازا هكا وصي امي والبنات. امك ها حسيب امك تتذكر لك عيد ميلادك؟ شنو هاي انت مهبوله انت امي تنسى فطورها وما تنساش اسعد نهار في حياتها. هاي تحب نتخاطروا؟ نتخاطر معاك توا 50-50 نعيط لها؟ عيط لها وهاني متلفت الغادي باش تقول غمزها ولا حاجه. امي فضيله امي فضيله منعم مش فاهم. ها امي فضيله بربي قل لي غدوه باش يفكرك. غدوة إذا صدقني ربي قامت حرب على فلسطين مش هكا سليمان حرب إيه ممكن يعني ممكن حرب إيه ممكن بح هاي تصبح على خير سيدي ما تزيدش كويس تي معانا ما صح يعني باش نمشي نرقد. عزة عزوزتي جعت نسيش لك ماكل قطول اللي بعثتونا امي جعت هذيك من الفرجة تصور متاع الماكلة بربي اسبوعي ارقد وخليني نرقد انا والبيبي. Thank you.
بابا سيب الجاتو ورجع تكب. سامحني بابا ارجع ارقد. صحيتك سبوليتو هكتلع جنجيك يومك. صباح الخير بابا. صباح الخير امي. عيد ميلاد سعيد يا بابا. عيد ميلاد سعيد يا سليمان. عيد ميلاد سعيد سلومة. عيد ميلاد سعيد. اكاو نقصكم كان موسيقى نحاسية. كل عام وانتي حي بخير. يعيشك. ربي يخليك لينا بابا. عايش بنتي. بون انا اديت الواجب تاعي توا باش نرجع نرقد. مالا كل عام وانت حي بخير يا بابا. عايش بنتي. عايش الموي يا الموي. ربي يحيك لمثاله يا باب. يعيش امي. لا 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 امي عايشك عايشك ماش لازم. واي تبارك الله عليك عاد خير السيمان اليوم محسوب غلقت لينا اشترقه. يزي كلثوم ما زيش تفكروا في عمره. بون خلينا نمشي نغسل وجهي خير فماش ما نفيق. وإن شاء الله نطلع ما زلت نحلم. أمانة ما نكلفوك جيب لي قهوة لبيتي معاها تختين بالزبدة. وانتي شنو هاد الليل؟ ما ويجا قعد افطر معانا كالناس كل. يا ماما راني قاعدة نراجع. والله مسكنا بنيتي كل ليلة تسهر للفجار يتراجع. شبيك الباك ما زالوا أربع أيام. ليه يا أمي يامي ثلاثة أيام راهم ثلاثة أيام. هي مالي فك عليك من القهوة من التورتين اللي ما يطير الجوع. هاو نعمل بنتي كويس حليب صافي وزوز عظام مروبين. لا لا حتى التورتين ما فيها باس. اما بالعسل مش قال زينو شبيك بسم الله على بنت لباس لباس. اما فين نتفكر بك ماني نحس روحي كيف اللي خايفه. نعرفها يا بنيتك الغسره. انا كنت كل ما سليماني عدي امتحان قلبي نحسه يسقط. متنحاليك الهلويس الا مع اسبوع. والله حتى انا خالتي فضيله هدي ما نظلي هكاك مخصوره ومش لي قد بعضي. عندك شكون يعدي في الباك؟ ليه بنتي؟ انظلي مخصورة على سيدي داود زعمني يروح رابح زعمني يروح خاسر. ما كانش رصيدي تروح الكارطة خلصني. يا خييني وه من سيدها داود. أماني كان قلقك كي نبدا ريقتها بحذاك ولا نجيب لك منو قول لي تمشي نرقد في بيت أمي يامي. شنو هالحب اللي هبط عليك مرة واحدة؟ أنت ليه ماني قلت برجولية؟ من توا حتى انت كملت عدي هالباك المحنون خليني ناخذ بخاطرك وما نهبلكش كالعاده. صار في بالك بروحك تهبل فيا؟ حسب انتي ناقصه. ليه ميسي شرق ورقد بحذايا هكاكا زيد تشجعني. ابو كيفاش تشجعك؟ تشجعني باش ناخذ الباك ثماشي ما يحن عليا ربي ونمشي نقرا خارج تونس وهكاكا نخليها لك واسعه وعريضه. انا يظهر لي المالح خليها عليا والحلوك قدر ربي اشريه من برا. اوه فاش قام يا مي فضيله؟ شنو فاش قام؟ نهار كامل ودي تقص في التصاور نتاع القاتوات من المجلات والكتب نتاع الحلو عباو لي المارو ولا نهار شفتك عملت حتى خبيزه بس. امان يا مي فضيله تحكيت وقته برا. هاي تحب نتخاطروا؟ نعمل لكم خبز كاتو تعمل 66 كيف وتشوفني انا حافقه ولا لا. هاي ما تعرفوش ما تعرفوش حتى وني ندني لكم طبق بالبشكوتو. بشكوتو؟ عاد اليويو نتاع امي فضيله قهوة. قهوني يا نكاره؟ يويو امك فضيله اللي طرست بها حناكك وكليت شطره قبل ما يتشحر. صباح الخير. صباح الخير. اه خالي سليمان خمسه وخميس عليك واش ما تاكل 50 سنه يا خالي. شنو امي توا؟ مازال كان كلثوم باش تعلق على عمري؟ يا وليدي كبرنا في طاعته. بربي قول له يا امي فضيله مش ال 50 سنه عمر النضج. يلا انا ناضج بالخمسين سنه ولا بلاش خير سليمان نروب لك عظيمه. لا 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 ما حشتيش حتى الزبده ما عينيش بها زبده. امي مازال عندنا شويه قوطه؟ اي مازال. شبيك انت اليوم عندك شهيه للميكل؟ هذاك قال لك باش يولي يرد باله على الكوليسترول وينظم ماكلته وينقص من المالح. واخي نبش تعود نطيب لكم المسوسه. عليها مسوس ريتوني مدد الاربعه انا. أمي فضيلة أي قوم قوم نكملوا ليستتنا قوم. اسمع نحطوا الحلو والملح فرد ورقة. أي ميسالش. استنى 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 ساعة ما تقولوليش قاعدين تحضروا للباك بتاع أماني. أي أنا من رأيي تستناو شوية. يا سليمان سبق الخير. أنا ديما نسبق الخير. قل بنتك سبقتش الدروس نتاعها على خاطر كل ما نسألها المدة الأخرانية على الباك بلان تعمل لي يا بابا الأساتذة راهم مازالوا ما سبوش الأعداد. وعلاش تحبها تخبي؟
عمرها كله هي تقول لنا على عدادها البهين والخايبي. به قوليش علاش الطفل حمزة القراي ما عادش يحب يحضر معاها؟ ذيك سألت عليه، قالت لك يحب المدة الأخرانية يحضر وحده باش يركز. به نمشي معاك، وعليها المدة الأخرانية هي ولا تتحضر صباح وليل صباح وليل صباح وليل. أوه بربي يا سي المفتش، علاش ما تستنطقش وقتك بنتك المتهمة؟ حقا سبعون ما تقوليش شبيك بعد الهرس وليت تتهمش. نرى طلع الجدر باش تطلع بيها. بربي أنا قاعدة نطلع لك بطلعات. أي نعم يلا طلعاتك الكل يبداو. مش بيك بعد العرس ما تعمل شكر، مش بيك بعد العرس ينضحك مش وليش، مش بيك بعد العرس لا 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 لا، مش بعد العرس لا 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 لا. أمان أسبوعي أنا لا 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 ونا نا نا بيه. لا عزوزة مش نحكي لك أنت، نحكي على طلعاتك. ملا شد عندك آخر طلعة من طلعاتي، قوة ما خرج من قدامي. إيه والفطور كملوا بحذميمتك. شاهد معه باية العري خارج وانتي سبعونيك وكل امك اللي قاعدة تعمل فيه معايا رموش باية. اسمع خير سيدي خوي. شبيه يا اخي كملت فطور صباح؟ اي سيدي كملناه وناويين باش نحيوه جملة باش ما عادش تسرد علينا على الصباح. كرزوم يا كرزوم تشبيه هذا شعبت له يا اخي. خويا صباح عاد صح الناس الكل حتى نعتص علي، كيفاش كيفاش تجبد لي على الماكله المسوس؟ يا ما انا ما بدلو شيء. بالك هذا انت ما قلتش لي عيد ميلاد سعيد. هي باش قام نقول عيد ميلاد سعيد. افهم ما هو اليوم عيد ميلاد غلق ال 50 سنه. صخر مسكين بلا عنده رعق. كرزوم كرزوم امي جات تقرا لي هوني في البيت هي ومدام زينب يحضروا في الزرده نتاع البكالوريا نتاع اماني. اماني؟ نجح ليا؟ يا واخي اخ تنجح قبل ما تعدي؟ ما فهمتيش الناس يا اخي نجح باش يعملوا لها زرده؟ تعرف شكون لازم زرده باش تشوف وشوف مخه يشد بلاصته ويركح؟ شكون؟ انت. ذكرتني زرده في زيد البشير وقزعه قصي وعمه في الواد. أم حنانة حتى أنا مع شكون نحكي؟ ألو زينب شو كلمني طيب طويكة؟ إي سي روح البارح في الليل عاد قال لي يحب نخرج أنا وياها في العشية بعد الخدمة. ها عاد إي كسبة زينب وافق الطول هكا من غير ما تعمل لي تروح متاع سين وجيم. ها ولا لازم أنت زاد انضجت. باي باي عطاو نحكيو فيه الموضوع بعد. أي سالو وي دلندا. اي سامحني دكتور حبيت نشاورك، ما يصيرش تجي حدايا بنت خالتي وقت الفطوره؟ بنت خالتك؟ اي با وي وي بيان سور بيان سور تجي وقت اللي تحب البيرو بيروك. عندي برشا ما ريتهاش دكتور، قالت لي باش تجيب حاجه من عند التريتور ونفطروا مع بعضنا. تفطروا هوني؟ اي با شهيه طيبه. ميرسي دكتور. قول لي دلندا يا اخي بنت خالتك ما تسكنش في تونس؟ لا تسكن في تونس دكتور، اما عندها برشا خدمه تي نقعد بالشهر مرهيش. قل لي دلندا اش تخدم بنت خالتك؟ ريبريزونتانت نتاع دي برودوي كوزميتيك. اه داكور اي هكا حمير وفون دو تان وماسكارا. لا لا دكتور تخدم مع لي فارماسي تبيع لهم الدويات اللي يصفيو الوجه وينحيو لي غيد. جو فا جو فا هكا حكايه تاع النساء معناتها. والرجال زاده تعرف دكتور بنت خالتي قالت لي لي برودوي جدد هذوما نتاع الرجال قاعدين يتباعوا كل بطاطا. أبو؟ أوي يا أخي ما لاحظتش اللي برشا رجال كبار تحسنوا وجوههم بيافت وشعوراتهم رطابت تي عمال يصغاروا. بيجي بيجي صب لي قهوة شارع في دواء تاع كفار. أوه ياسر قوية قوية حتى أنت يا راجل اش خلاه الخنفوس ولا يفوح بيه؟ تي شيء من قبيله وانا مفشفش والخنفوس ما حبش يهز من الحانوت. حتى هو القهوه نركش. كيما انت تجي تركش بحذايا باش تشرب لي قهوتي. يا اخي ما شربتش قهوتك في دارك؟ لا لبست انا عزوز قومتني من الفطور. وفي داركم ما فماش قهوه زاده؟ دارنا عاد تقول سيدي خويا عطس عليا وكملت وقتي زينب كبشت فيا وبعدها دي نقضي. واش بيه خوكم تغش عليك؟
اش عملتوا على الصباح؟ وين نعرف انا؟ لازم خاطر نسيت عيد ميلاده. ها؟ عيد ميلاده هو اليوم؟ ما لازمني نمشي نهني. يلزمك خاطر كان تنسى ينجم هو زاد يعطس عليك. الحاجة هذه مثلا ما تبدلتش فيك بعد العرس، هي التحليق بحض أصحابك في الحوانت. صباح الخير أختي عزة. صباح الخير. عديت بعد باجي نعم في قهوة وبعد ما نجي نقضي دار سيدي خويا. باهي ياسر، أنا زادة كنت ناوية نمشي نقضي، ما دامك أنت خارج فرد المرة جيب لي حكة طماطم بوكيلو ورطل مقرونة نمرو ثلاثة، وما تنساش تجيب لنا زادة دبوزة. دبوز؟ لا، زيد قلي شد هاو الفلوس. ورجع الباقي ورد بالك راني حافظتهم اسوام القضيه الكل. ريت اسمعي قالت لك حافظتهم الكل، معناتها لو كان الصوب يزيد يغلى شويه وهي ما في بالهاش برا مش تحبني نعمل انا. توسع بالك. نانا. نانا حاجت بك في قضيه. كانك على فلوس هاك تشوف بنيتي، كل شيء على عينك، الكليونات اللطف تقول هاربين مني. تهنى ما حشتيش بفلوس، وكانك على الكليونات ما همش هاربين منك. يا اخي ماكش قاعده تراود تشوف العرافات كثرت في كل نهج، تلقى بلاك من العراف الروحاني للدجال اللي عامل بالعاني. كان ما رصات لي بطلت الخدمه. المفيد اش تحب انت؟ ما قلتلكش هنا، ما هي امي فضيله تحب هي تسمي اللي جاي في الثنيه. فاش قاب تحب نمشي لها ونكلمها ونقولها تستكفى بروحها؟ لي 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 نانا، ما نحبش نغششها، نحبك تمشي لها وتقنعها باش تخلينا نسميوها على رواحنا. يا اخي مش انت زاده عندك راي في الحكايه؟ اي نجم تقول لها مثلا الاسم هذاك يفكرك في حد انت ما تحبوش. زعما يا ذنوبي كان تصدق هالحكايه؟ عليه يا اخي مش القى لهالدرجه. ليه؟ اما تعرفني الحمد لله لا نكره حد ولا حد يكرهني. نانا مش مره حكيت لي على خطيبك القهواجي اللي عاونته باش يخرج برا ومن بعد فصع وما رجع لكش؟ لازم تفكرني في عمرانة. شنو اسمه عمرانة؟ اي عليه، انت حميتك اش تحب تسمي ولدك؟ هيا طلعي. صباح الخير مازال. صباح الخير. انا داود المسيون تاع كلثوم. كلثوم؟ كلثوم تخدم عند الجماعة. اي في بالي بيك، دقيقة نعلم دكتور. دكتور، سي داود جاو معاه واحد يحب يقابلوك. الله يبارك. او خرج لك. داود على السلامة. دكتور. على السلامة سيدي. هذا المقاول اللي قلت عليه هو بيدا سيبلي انت. ما ظهر فيه صنايعي صاحبك. يا دكتور بقينا حوينا صنايعي يا دكتور، يخدموا كان الوجوه كيف كنت. الله يبارك ربي يسهل. هاي تفضل نحكي للداخل. بارك الله فيك. تفضل. بلايك اسبوعي ما ظهرش. اللي جا وخرج دكتور، قال مدام زينب بعثته بقضيه. تغش عليك ولا ليه؟ فاطمة تجي وتقعد بحذانا وانت لا طلة لا ظهرة. الله غالب يا عزة، سامحني والله غاطسة في القراية. وزيد الباكش قعد له بربي. يا ربي يا ربي ان شاء الله تفرح وتنجح. عيشك يا عزة. ها اش عندك جديد؟ شيء كالعادة، كل يوم نجمر في القديم. قول يا عزة نقشي عندك شوية بن، القهوة اللي عنا في الدار وفات. وطنطون تو مروح بالقضية. وينا محش على قيوة. تهنى هوني معنا كان البن وعمره ما يتقطع من الداء. اما اش قولك لو كان انا طيب لك القهوه وتقعد بحذان؟ ليه عزه يلزمني نمشي كمان نقرا. يا عاد بدل شويه جو. به على خاطرك، اما في ساعه نروح. ها به هاي جيجه بحذان. نانا نانا شو شكون جاي؟ اميني مرحبا. يا مرحبا كالسبة. حشت على قهوة يا اخي شديت فيها صحيح لما تقعد تشربها بحذين. ملاليه اقعد اي اقعد. ايوه شعاملة في القراية. هاني يا خالتي جنات في طنبك المراجعة. ان شاء الله بالنجاح. يعيشك.
ملا باش يعديو معاك برشا بنات صاحبتك. هاي بالطبيعة خالتي جنات. شو كان عندك شكون من صاحبتك تحب تشوف روحها باش تنجح ولا لا؟ ما يسيش انعتهم على داري. يا اخي انت تنجم تعرف النتيجة قبلها؟ اي تنجم تقول مكثر الاوقات اللي نشوفه يطلع صحيح. امان خالتي جنات تنجم تشوفي لي انا؟ لا انت لا. علاش؟ خاطر ابوك ما يقولش بالشيء اللي نعمل فيه. كان يسمع يتغش عليك وعليا. ربي يا خالتي جنات ما يمشي يسمع بابا. وزيد تنوصي عزه باش ما تحكي لحتى حد. لا 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 ما تحرجنيش عايش بنتي. امان خالتي جنات يعيشك يعيشك ونوعدك نجيب لك برشا بنات صحابي تشوف لها. بيه اما على شرط. تقعد الحكايه بيني وبينك. تهنى يا خالتي جنات تهنى. هاي هاي القهوة حضرت. نانا اش قاعدة تعمل؟ باش تشوف لي. باش تشوف لك ليك انت. هاي علاش؟ يا اخي انت ما شفتلكش البيبي باش يطلع وليد ولا بنية؟ يا اشلع وليد حاس بشكبة ومغرفة البن الطايب. هاي تفضل اميني. عايشك. هيا خالتي جنية تشوف لي عاد. هيا لله. انا في رايي لو كان نزيدو تفتفوا شوية على جذب اليمين. هكاك زيدوا شوي الجنينة. التفتف؟ اش التفتف على الجنب اليمين يا ولدي؟ مش في القانون يلزمنا نخليه 4 متر بيننا وبين الجارة؟ يا راحت انت يا اخي تو الجار هو باش يفيق ولا باش يقوم يقيس؟ عايش خويا انا نحترم القانون وماذا بيا ما نخرجش على البيانو. أول مرة في حياتي نسمع بواحد نشبني حسب البيانو. قول لي يا سيدي هالبركون لازم. هذاك بركون هذاك يا ولدي هذاك بيت البانو. ايوا خربقه ولا تو ويدا لندا. ها ايوا هاك ناقص كان هو انا تو باه يلا قول له يدخل. تهلا مانيش باش نطول بحذاك. حبيت نقول لك عيد ميلاد سعيد وربي يحييك الامثال وان شاء الله 100 سنه. عايش مبروك. عايشك. ها سيدي ان شاء الله كل شيء بالبركه. عايشك. تمشي تو ال 55 شنو 55 هاي نرجعوا للبيانو خير. اي وقاولين يا جماعه. اي اي هذا يا سي بلينتا. بلينتا هذا بلينتا قال المقاول. وهذا يا سي داود ناي المقاول بتاع السلعه. نتشرفوا يا سيدي. هاك الدار باش تعملها كبيره. اي كان كتب فرد مره وهذا كل باش تخليه للجنينه. علاش ما تعملش شويه استديوهات هكاك تكريهم للطلبه؟ وي وي وعلاش الكراج هذا دير حانوت والذكر؟ ما نقول له كان نزيدوا نتفتفوا شويه في الماده. تقول انت 20 30 40 50. يا سيد انا ما عينيش باش نتفتف راهو. هذه الدار داري والبيانو عامله على كيفي انا. لا نحب نعمل لا حوانت لا استديوهات ونحب نبني حسب كراس الشروط بتاع البلديه. قول لي يا اخي البني يلزمك كراس الشروط؟ لا لا يلزمك كراس التفتيف. زعما يا خالتي جنات قدرة ربي ما فما كان الخير. يا اخي ما سمعتش اش قالت لك الكارتة؟ الجمعة الداخلة مويل متك والزهر ماشي معك. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ساعة انا سمعت الكارتة قالت لها برا روح لداركم راجع على روحك لفيق بك خويا سليمان هوني. امان خالتي جنات شوف لي نوتيتي. لا صعيب خاطر ورق الكارتة من الاصل السبعة. باهي تشوف لي بالفنجانة باش نشوف البنت. امورك الاخرى تيزي خالتي جنات انا تو ما عندي كان امور قرايتي. باهي نقعدوا في قرايتك. ترى شوف خالتي جنات زعما الصد باش يتيح سنة. اوه اللطف اما الصد تحبو يطيح فاش قام المصايب يا بني. باهي لاني راه لا في صد ولا في وقت. انا مشكلتي توا في الجغرافيا زعما انا بلاد بشعتيونه. ايه كي صدقني ربي قاعده نشوف فكه في فورمه متاع جزيره. اه هذيك ما تكون كل اليابان والتاريخ تاريخ. يا بنتي قوم روح مش قلت مزروبه؟ يا عندك الحق عزه نسيت روحي. وما تنساش القهوه. امين كما تفهمنا كلمة لالبوك ها؟ وما تنساش باش تبعث لي صاحبتك يجوا تشوف لهم. تهنى يا خالتي جنيت تهنى.
يا سي بلينتا انا هارب المقاولين الاخرين على السوم نتاعهم وانا ديتك لك انت باش تعطي لي نفس السومه تلا وما تنساش اللي سال علي انا انا جيت سيدي خويا يا مرحبا يا مرحبا شو نهار كامل غايب على البيرو لا صباح بركة وزيد بعثت لي المدام نتاعك اي شي طيبه اي جاوني اقف غادي ما زلت حاجتي بيك داكوردو بلا سي بلينتا هاو كمان اخمم في السوم اللي قلت لك عليه وقل لي هذاك اش نجم ندفع راهو حاضر سيدي باهي في الامان في الامان في الامان يلا سي داود تقعد تفطر معانا خالتي كلثوم عملت لنا فطور شنو شنو فكره باهيه شنو هي ناوي تفصع مش تفهمنا بس ما تروحش كبه في القهوه يذكرك في الخير سامحني سي اسبوع ان شاء الله مره اخرى ناوي قدامك كبه ما نفهم شيء هاي خاطرك ايجا ايجا وين زارف الغادي حشتي بيك ما نهار كامل تقضي اي بعثت يقضي زين بامي وكامل تعز قداش مني انا يا اخي ما موراني راهو ما بين القضيه والقضيه تقف تعمل تحريشه باش تملى تحشك تحشي يكون في علمك اللي بتحشي وجبت وليد باش اجيب وليد اش تقصد نقصد الراجل يجيب راجل بالله بالله تحكي عن الايكوغرافي بالتنو اللي عملتو لك نسيبتك ها اسمع يا سي الراجل ما زلت عاود حكايه كيما الحكايه تعرفش نعمل لك لا هيا ما تعرفش خير صباح الخير اهلا نرجس سبا سبا ايوه اقعد ما بديتش عليك ليلي هكا يا خايبة نقعد بالشهرين باش نراك تعاد انت ديما من بلاد لبلاد اش عندك جديد عندي اون كريم جديده هبال هذه مش تحيل غير بركه هذه حتى كي تغمض عينيك ما يتكمشوش يعطيك يا نرجس تنسال على حوالك حوال خالتي برجل خالتي واخواتك بربي اش عاملين اوه كالعاده مرجل عرس من الصباح لليل وانتي كالعاده كل شي مع خطيبه ماك تعرف مش مني ما عنديش الزهر مع الرجال يا وحيدة نرجس قدم لك الدكتور سليمان الابيض نتشرفوا دكتور ميزوماج وخوه زميلي في البيرو سي سبوعي نتشرفوا سي بون انت يا سي شباب برا افتر برا برا طوري التلفاز يا خويا يا سي الراجل عاد امشي دور ما تصورش قداش دلاند حكيت لي عليك بالباهي بيان سور ملا انت بنت خالتها نتاع الكوسميتيك انا هي توريني شو عندك بيان سور تفضل اسمع سامحوني كان عطلتكم على فطوركم سماح سماح حقا سيدي خويا سبعني باهي سماح سماح اتلف هاي اتلف ايه مو سبعني على الفسحة تاع الصباح سمعني لو قلت لك عيد ميلاد سعيد والعقبة 100 سنة تقول لي ايش مازال لك على 100 العقبة 200 سنة هيا برا توا برا نحصر كوني العشية ونشدك المصبط المصبط برا مش شر شر هكا دكتورة عيد ميلادك وما تقوليش تي الاخر نرجع لك الكادو اللي هديتهولي في عيد ميلادي اسكت يا بنتي اسكت تسمعك العصفورة بون انيفيرسير سي سليمان يعيشك يلا عيشك انت لازمك بوسينا اي مالا مالا كل عام انت حي بخير عيشك ميرسي حتى انا زاده دكتور يلزمني نقول لك بون انيفيرسير دكتور جي نوريك ش عندي اي 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 بيان سور بيان سور وي فوفا اي اي كلمو قال باش يخرج معاه اما تم زين دقيقه دقيقه فوفا يا اخي ماكش رافين تكلم وي شكون انا نحكي وقتاش نشوفك يا اخي مدام زينب انت كلمه بارك بربي يا فوفا دقيقه يا اخي باش تحبني نفهمك تنجمش استنى نكمل مع المراه
مدام زينب الخبزة نفشت وفوجت وساحت في الكوش. فوفا تنكلمك ما تنجمش تحل فمك من بكري يا اخي. خلينا مش قاعده نقول ليك مصباح. خالتي فضيل، خالتي فضيل، شفتي خبز القدوم بتاع مدام زينب؟ اش بيها؟ كيفاش طلعت؟ هي من حيث طلعت طلعت وصلت حتى للزقاف بتاع الكوش، وبعد اللي بدت تنفخ بدت تنفخ يا غلبه. وبعد ترجكت بعدين بدت تتفش 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 حتى فاضت على جنين. وقت عيط مشيت ناديت على مدام زينب. ما قلت لي لنرجس هذا جيل للشعر نستعمله ثلاث مرات في النهار. اي وهذه كريم للجلدة نستعملها ثلاث مرات في النهار زادة. اي نعم يعطيك الصحة. وهذه لوسيون كادو نهديها لك باسمي وباسم دالندا بمناسبة عيد ميلادك. سي جونتي عايشك يعيشك. ان شاء الله فرحتك يا دالندا. يعيشك دكتور. وان شاء الله فرحتك انت زادة يا نرجس. يعيشك. ما قلتليش دكتور قديش عمرك تو؟ انا تو محسوب قديش؟ تشوف بعد ما تعمل ختمان هذا لما تصغار 20 سنة. بالله قل لي عندك شي بوماذا تصغر الواحد 30 سنة؟ تركي اليوم شاهية طيبة وانتي بالأمثل. تعرف أنا عارفك سامباشيك برشا ياسر سامبا. أنا نحبه برشا. ما تقليش. ما قلتلكش ومن غير ما مخك يسرح لبعيد. أنا نحبه كي بابا أكهو. أهلا زينب. أهلا سليمان. شبيك لباسة؟ لا لباس نحس في روحي كيف اللي تعب شوية وكهو. وانتي لباس؟ لباس لباس. الله يعينك سليمان. الله يهنيكم. شبيك بطيت نستناو فيك على الفطور. مسألة شبدايه وانتوما أعطانا خلط عليكم نمشي نغسل يدياتي في بيت البانو ونجي. واه يا أخي مشي لبيت البانو بكرتابتك مخلاهن. لا مسألة شطو في ثنيتي خليها في بيت النو. هاو خلي سليمان جي نسربي لكم الفطور. اي ابدا حط. اما بربي يسكر باب الكوجينه من ريحه العجينه المحروقه. ليه خلتي فضيل الريح وفت. يا بيه. زينب يا اخي ما كنتش تفطر عيش. لا ريحه العجينه المحروقه طايرت عليا الشاهيه. مزعمك يا بنيتي كي تكبر الحكايه. يا برك كانك على الجاتو صلحتهولك تهنى. في الحق صلحته كيفاش؟ بعد الفطور تشوف. فاتنا اميني راحوا افطروا راحوا. بالله ما نشدلك كيفاش شد البغض نص نهار كامل وتقعد نتغشى من الصباح. والحاجه هذه زاده كانت عندي قبل العرس. تعرف لو كان ما جاش ولدي يسمع لما سمعك راي عليه. خليه يسمع خليه يعرف امه اش قعدت قاسي. يعني هكا عزوزي ولينا ديما تعاركوا. شبيك رانا باش نولي والدين ورضاك والدين بين بعضهم بين البيبي. شنيا هالطلعة هذي؟ هاي أقوى من الكتب متاع فوفا الكل. كيف عمك عزوزي تبدا تضحك؟ نعلف عليه عمران روشيخ وعمل جو. عمران شو وصيتك؟ شحني نعمل لك توا ترى؟ شو توا عزوزي؟ ما تقولي زاد باش تقصني على فطوري وتطردني. يا أخي سليمان مازال يغسل في ديها. سليمان يا سليمان. امي يا امي انا جيت انا جيت. هيا يا وليدي صح عليكم. يخشبيه شعرك؟ لا لا حتى شيء زينب حتى شيء. هكا لقيته شويه مزيت يا اخي عملت له فركه.
اخي بدلت الشامبوان تاعك مقوى ريحته. اي بدلت الشامبوان تاعي. سليمان وليدي تغسل شعرك من غير ما تنشفو يا كلثوم؟ برا جيب لي منشفه فيسع. يا امي شنو هي الحباره اللي عملتوها خاطر غسلت شعري؟ ها يا اخي صغير انا باش نمرض كي نخليه مبلوله؟ لو هاك تجي تشوف بالحق ماكش صغير بالكل زيد. ماما حتى هما 50 سنة. فاطمة شنو هو فاطمة؟ فاتلك بابا مدك الخبز مد. وما بقولها حتى الدوايات في بيت البان وتعطرك. انا دواية زيد. ما ندريش اي واسطة حتى هني. بابا 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 توا فكيتوش علينا من الحكايات على الروايح على وقت الفطور. معليش باش نشفو توا شعري نحب انا نفطر. خلي بعد هاي شد عليه. سليمان ما تقوليش بك متنرفزة. أنا منرفز أنا. قولي جاك داود جاب لك المقاولة اللي وصيته عليها؟ إي جاني جاني ما تفهمناش على السوم. طالب برشا فلوس الحقيقة. شنو هو برشا فلوس؟ يا أخي أنت ناوي باش تلقى مقاول يبني لك بلاش؟ شو أنا من رأيي فك علينا من داود ومن معارف داود. أم مش بيه سيدي داود. بوكر شي ما بيه. اسكت تفطر اسكت. شو هاك الطيب عنده مقاول صاحب صاحب قال لك ماكش باش تلقى ارخص منه هاك باش تقابله انت. ايوا هذاك علاش الراجل شد صحيح يحب يقابلني وانت تشجع فيا باش نراها اعطيتني كارت بلانش. عادش بيه نحب نعاونك. اش فيها هذه زاده؟ لا فيها على خاطر النهار كله انت متعاركة مع فلوسي وتحب تهجج جملي من مكتوبي. أي باي ما عادش تغيب عليها برشا. هكا أسبوعية حبيتك تقعد مع نرجس تحكي معاها شوي. حتى هو زاد كي خو يحب بومات تشحط له جلدة وجيل باش يرتب له صلعته. ليه عاد نرجس أسبوعي مازال صغير وجلدته تبارك الله مشحوطة. صار سيد خويا غذا من عندك كريم وجيل زادة. إي ويظهر لي باش يولي كليون باهي. أيا باي. باي. ددو راني ماجي مع امي باش ناخذ كاس دي نجيب لك معايا كاس. لا ميرسي سبواي اما امان قبل ما تمشي عاوني شوي. انا افكر اذا انا موجود. صحيح اما شكون قالها؟ هيجل. انت لي عاد ماني ديكارت. هيا سيدي اتفضلوا. شنو هذا؟ هي هي وعملتوا جاتو لعيد ميلادي؟ لا لا تهنى انا عملت شويه ديساغ وبرا. بابا هو كي تجي تشوف قالتو زي ما يرفعش 50 شمعرة. فاطمة هذه اخر مرة. ايا نقص ليكم القطو. قولوا غرفنا. عمي قطو ما تقولوا ليش جا ربي قول لي يا امي وليدك اسبوعي هذايا قد ما كلا حلاوي وشاي النافع الله. قولي الفهم سيدي خويا مش مشكل ما نخوش عليك اليوم عيد ميلادك. سيدي خويا اخي بديت تستعب في جيل. جيل؟ جيل؟ انا جيل. انا جيل. انت جيل اللي خذيته من عند نرجس. نرجس؟ شكون نرجس؟ شو يا اخي ما تعرفيش بنت خال دلندا. امان معناتها انا كنت واحله في دلندا زاد كملت خلطت عليها بنت خالتها. يا بنتي يا بنتي يا بنتي ما تعرفش اسبوعك يبدا يزيد. يا بنتي قوم وخلي ابوكم على راحته. ويا امي يا امي وين ماشيه يا امي؟ اقعد انت خالتي وين هذه؟ اسبوعي هيا معانا هيا. وانت زاد ما تحركش حتى تكمل لي الحكايه. تيخي ولا تحكايه يا زينب؟ يعطيك جيل احمر عرين ان شاء الله. حكايه ونص. فاش قام الطفلة تعطيك في جيل شعرك؟ صدقة لله في سبيل الله؟ هذه يا لوسيون تغذي الشعر. الجيل ما زلت ما حطيتش منه وزدت خذيت كريم تشحط الجلدة. سافا؟ أنا سافا. أمنتي سافا با. يلا بجوه ربي قل لي شنو اللي مقلقك؟ الشعر شعري والجلدة جلدتي. أنت نهار كله تحط في العقاقر في وجهك وفي شعرك. كلمتكش أنا. انا اللي مقلقني اهتمام دلندا بيك وبجلدك وبشعرك. ما تنساش راك بكلك متاعي. وانتي متاع شكون؟ انا متاعك.
كي انت متاعي وانا متاعك شنو اللي مغشك؟ تي خاطر فوفا قالت لي الراجل كي يوصل ل50 يقلق من العرس. انت قلقت؟ كي ما تعيطش، كي ما تمرش، كي ما تشك في حتى طفلة ولا امرأة تقف قدامي، شنو اللي باش يقلقني يا عزيزتي؟ اش قال سي السبوعي؟ انا الكريمة الوحيدة اللي تؤلمني في وجهي في شعري في قشرتي هي هذه. بالله بالله تري تري بيان، مالا الكريمة هذه تؤلم شعرك وجلدك وكرشي. مالك